السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أكيد في مشكلة عامة خاصة عند القنوات الصغيرة والمبتدئين، إن معظم القنوات بتشتكي من عدم ظهور القناة في محرك البحث أو في نتائج البحث بصفة عامة. أكيد في أسباب بتؤدي إلى عدم ظهور القناة في نتائج البحث، وأكيد في حلول كمان. هتكلم مع حضراتكم الأول، حضرتك بعد ما تشوف الفيديو على طول هتدخل على محرك بحث اليوتيوب. زي ما انت شايف حضرتك كده، لو أنا دخلت محرك بحث اليوتيوب وكتبت اسم قناتي R7Tube، هتلاحظ إن القناة ظهرت في أول نتيجة بحث، وأسفل القناة مجموعة فيديوهات من قناتي. حضرتك هتعمل كده لو ما لقيتش ان قناتك او ما لقيتيش حضرتك ان قناتك ظهرت في محرك بحث اليوتيوب، يبقى في اسباب ادت الى عدم ظهور القناة في نتائج البحث. ايه هي الاسباب دي؟ هقولها لحضراتكم. كمان اليوتيوب قال ايه؟ او انت مفروض تبحث على قناتك بشكل مختلف من غير ما تبحث عنها بالاسم. يعني اليوتيوب بيقول لك في حل اخر، ان انت تبحث على قناتك من غير الاسم وهتظهر لك على طول القناة. الاول نعرف مع بعض ايه هي الاسباب التي تؤدي الى عدم ظهور القناة في نتائج البحث. اول سبب، واكتب عند حضرتك كده عشان سبب من الأسباب دي هنعالجه عشان بعد كده تظهر القناة في محرك البحث أو في نتائج البحث. أول حاجة، وهي إن حضرتك تكون بتستخدم اسم قناتك في أو بشكل كبير في عناوين الفيديوهات. يعني تعمل عنوان فيديو على قناة حضرتك وتكتب جنب العنوان اسم القناة. ده خطأ كبير جدا بيؤدي إلى عدم ظهور القناة في نتائج البحث. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أنت حضرتك تكون أو حضرتك تكوني استخدمت اسم قناة شائع الاستخدام. يعني إن أنت خدت أو عملت اسم قناتك شائع الاستخدام، يعني تم استخدامه من عدد كبير جدا على اليوتيوب، بالتالي هيبقى في صعوبة في ظهوره في نتائج البحث الأولى. نمرة ثلاثة، سبب من أسباب عدم ظهور قناتك في نتائج البحث، وهو إن قناتك نفسها تكون لسه جديدة على اليوتيوب. يعني قناتك جديدة على اليوتيوب. نمرة أربعة، وهي حضرتك إن أنت مش دائم النشاط على القناة. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن أنت مفيش استمرارية على اليوتيوب. اليوتيوب عايز الاستمرارية، ما تخجلش ولا حاجة من ضعف المشاهدات، لازم يكون عندك صبر. الاستمرارية عامل مهم جدا لتعارف الخوارزميات او اليوتيوب على قناتك. في سبب كمان، وهو ان اسم القناة نفسه بيكون يعني ما بيكونش ملائم لجميع فئات الجمهور. معناه ايه الكلام ده؟ يعني ممكن اسم القناة نفسه يلائم البعض من الجمهور والمشاهدين ويكون غير مستحب عند البعض الآخر. دي الأسباب التي تؤدي إلى عدم ظهور قناتك في نتائج البحث. نيجي بقى اليوتيوب قال إيه بالنسبة لو قابلتك مشكلة في البحث على قناتك أو عدم ظهور قناتك في نتائج البحث، ايه اللي انت ممكن تعمله؟ اليوتيوب قال على حاجتين. اول حاجة، ان انت تبحث على قناتك بمعرف القناة.
ايه هو معرف القناة؟ زي ما هتشوف حضرتك دلوقتي، هتدخل على اليوتيوب وبعدين تضغط على صورة قناتك، وبعد كده تختار الإعدادات، ومن الإعدادات تختار الإعدادات المتقدمة. هو ده معرف القناة. لو عملت له نسخ وتروح على محرك بحث اليوتيوب أو أي محرك بحث وتعمل لزق لمعرف القناة، هتلاحظ إن قناتك هتظهر على طول، دليل إن أنت بحثت بمعرف القناة. الحاجة التانية، اليوتيوب قال لو قابلتك مشكلة في البحث أو عدم ظهور قناتك في نتائج البحث، إن أنت تستخدم الفلاتر. يعني إيه تستخدم الفلاتر؟ يعني هتيجي في محرك بحث اليوتيوب وتكتب مثلا اسم قناتك أو اسم قناة حضرتك. الكلام ده من تطبيق اليوتيوب بالهاتف، مفيش أي مشاكل. ومن خلال الثلاث نقاط اللي على ايدك الشمال فوق هتضغط عليهم وتختار الفلاتر، ومن الفلاتر تختار قناة وتضغط بعد كده على تطبيق. هسيب لكم في صندوق الوصف رابط فيديو مهم جدا هيعرفك ان اسم قناتك هو سبب اساسي في عدم ظهور القناة بنتائج البحث. يبقى كده يا شباب عرفنا مع بعض أسباب عدم ظهور القناة في نتائج البحث، وعرفنا بعد كده الحاجتين اللي قالهم اليوتيوب اللي هيساعدوك في ان انت تبحث على قناتك وتقدر تظهر قناتك على طول في نتائج البحث. طيب ايه هي بقى الحلول اللي احنا ممكن نعملها عشان تظهر القناة في نتائج البحث؟ اكيد هي هتكون معالجة للاسباب التي ادت الى عدم ظهور القناة في نتائج البحث. يبقى اول حاجة ان انت ما تستخدمش اسم قناتك في عناوين الفيديوهات. خلاص المهمة دي الغيها تماما. عنوان الفيديو ما تجيش تكتب جنبه اسم القناة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان انت حاول ان انت تغير اسم قناتك. لو اسم قناتك شائع الاستخدام وتم استخدامه بشكل كبير جدا على قنوات اليوتيوب، حاول تشوف اسم قناة يناسب المحتوى بتاعك وما يكونش شائع الاستخدام. نمرة ثلاثة، وهي مهمة جدا، عالج بيها سبب ان قناتك جديدة على اليوتيوب. طب هتعالج دي ازاي؟ يبقى انت بالمزيد من رفع الفيديوهات على اليوتيوب. لو تقدر ترفع كل يوم فيديو يبقى افضل، كل يوم يوم فيديو مفيش مشاكل، ثلاث فيديوهات خلال الاسبوع مفيش مشاكل. لكن ما ينفعش ان انت ترفع فيديو النهاردة وبعد شهر تيجي ترفع فيديو وبعد شهرين ترفع فيديو. طبعا الكلام ده مش بيحبه اليوتيوب. يبقى ان انت ترفع المزيد من الفيديوهات على اليوتيوب. كده ثلاثة شباب، ثلاثة. اربعة، الحل الرابع لمشكلة عدم ظهور قناتك في نتائج البحث، هتدخل على القسم لمحة وتتأكد تماما ان انت كاتب اسم قناتك. لو دخلت على تطبيق اليوتيوب عادي من الهاتف وضغطت على علامة القلم اللي هي تعديل القناة، هتيجي على وصف القناة، اكتب اسم قناتك بالعربي بالانجليزي. احنا ما نستخدمش اسم القناة في
في العناوين، نختار اسم مميز وفريد للقناة، نختار اسم يلائم جميع فئات الجمهور ويناسب المحتوى. في القسم لمحة نكتب اسم القناة اللي هو في وصف القناة، ومن خلال ترس الإعدادات في العرض بإصدار سطح المكتب الكلمات الرئيسية للقناة نكتب اسم القناة بالعربي والإنجليزي كده 4. خامس حاجة وهي ان انت لابد في كل فيديو بترفعه على اليوتيوب ان انت تكتب اسم قناتك في صندوق وصف الفيديو. يعني لو هتيجي تتكلم مثلا عن موضوع معين الربح من اليوتيوب، تقدم لكم مثلا قناة وتذكر اسم قناتك، فيديو عن الربح من اليوتيوب، وتحاول تذكر اسم قناتك مرة واتنين في الجمل اللي انت بتعملها في صندوق الوصف. كمان مفيش مانع ويفضل ان انت تيجي في صندوق وصف الفيديوهات وتعمل هاشتاج باسم قناتك. الاهم من ده كله واخر حل موجود معانا ومهم لظهور قناتك بنتائج البحث، هو ان انت تكتب اسم قناتك ضمن العلامات الدلالية. يعني اول علامة دلالية لأي فيديو هترفعه تكون اسم قناتك. بكده عرفنا الأسباب التي تؤدي إلى عدم ظهور القناة بمحرك البحث أو بنتائج البحث، عرفنا إزاي ندخل ونبحث بمعرف القناة لو في مشكلة بتقابلنا في عدم ظهور القناة بنتائج البحث، عرفنا إزاي نستخدم الفلاتر في البحث عن القناة، عرفنا بعد كده مجموعة حلول هتساعد قناتك في الظهور بنتائج البحث. أتمنى شباب أن أنا أكون قدمت لكم معلومة مفيدة في فيديو اليوم. لو عجبكم الفيديو لايك وتعليق دعم لينا، ومشاركة الفيديو لأكبر عدد من الأصدقاء عشان تعم الفايدة على الجميع. وقبل ما تنسوا، لو ما اشتركتوش بالقناة على زر الاشتراك الأحمر اللي تحت ده، اضغط واشترك من غير فلوس ولا حاجة، وهيكون أكيد شرف ليا وجودكم معايا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.